في الغرفة لنهار اليوم، أين سنتحدث على وباء كورونا. سنتين ولا يزال هذا الوباء ينتشر وترتفع نسب وأرقام وأعداد الإصابات فيه بين المرحلة وبين الأخرى، إذ سجلت الجزائر بالأمس أكثر من 810 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، في حين تم تسجيل 12 وفاة رحم الله من مات. للحديث على هذا الموضوع وعلى أوميكرون وعلى دلتا وعلى الأعراض والإصابات عند الأطفال وما هي طرق حماية أبنائنا خاصة المتمدرسين منهم، يسعدني أن يكون ضيفنا عبر خدمة سكايب البروفيسور يحيى مكي المختص في علم الفيروسات من فرنسا. يومك سعيد وأهلا وسهلا بك دكتور يحيى. صباح الخير، تحياتي لك ولكم مشاهدي الكرام ونشكركم على الاستضافة. نعم، وإن شاء الله تكون لنا الحصة يعني قيمة ومفيدة في نفس الوقت إن شاء الله. إذن صباح الخير وأجدد لك التهنئة خاصة بعد انتخابك منذ أيام رئيسا لجمعية الشفاء للصحة والإنسانية والإبداع العلمي الجزائري الفرنسي، اللي أتمنى لك أن تبدع فيها كما أبدعت في ميادينك خاصة في علم الفيروسات. كل التوفيق لك، وستكون لنا وقفة للحديث على هذه الجمعية وعلى دورها وما تقومون به خاصة في بلدكم الجزائر. قبل ذلك دكتور، أرقام ترتفع وتنخفض بين المرحلة والمرحلة الأخرى، هل من تفسير للوضعية الوبائية الجزائرية اليوم؟ يعني نعم، الوضعية الجزائرية هي كوضعية كل الدول، لكن ما لاحظنا بأنه الجزائر أو المغرب العربي تقريبا الإصابات والموجات تأتي متأخرة بالنسبة لأوروبا وأمريكا، فكل عندما أصابت الموجة الأولى أوروبا فالجزائر لم تصاب، وعندما جاءت الموجة الثانية بدأت الموجة الأولى في الجزائر، وهكذا نحن في أوروبا وخاصة في فرنسا نحن ما بين الموجة الخامسة والسادسة. الخامسة كانت بالدلتا والسادسة بدأت بأوميكرون، فالجزائر كذلك هي في الموجة الرابعة بدلتا وبأوميكرون، لكن نظرا للإصابات القوية ونظرا كذلك تفاوت المرضى إلى المستشفيات وخاصة نظرا للوفيات في الجزائر، فالدلتا هو الذي ما زال طاغي في الجزائر، بينما ربما بعد أسابيع سوف يكون نفس الوضع كما هو في أوروبا وفي أمريكا، فأوميكرون الذي يتغلب على دلتا. نعم دكتور، هل دلتا اليوم والأعراض، هل أعراض دلتا هي نفس الأعراض التي يضفيها أوميكرون على جسم الإنسان؟ هل لهما نفس الأعراض دلتا وأوميكرون؟ الأعراض والأمراض هي نفسها، لكن نعم. ما الاختلاف في شدة الخطورة؟ نعم، ما أثبتناه بأنه الفرق ما بين الفيروسات، الفيروس أوميكرون ينتشر بشدة 70 مرة أكثر إلى 100 مرة أكثر من دلتا، وتكاثره في الخلايا عندما يصيب الإنسان في الأنف أو في الفم ويصل إلى الخلايا الرئوية يتكاثر كذلك أكثر أضعاف بأضعاف من دلتا، بينما دلتا الإصابات قوية والأثر المرضي قوي، التهاب في الرئتان في القلب التهاب حاد، عدد الوفيات كثير بكثير، والمرضى الذين يتوفون ويوصلون إلى المركز والإنعاش هم بدلتا. أوميكرون أقل، لماذا أقل؟ لأنه ما لاحظناه في أوروبا وفي جنوب إفريقيا الذين وصلوا إلى مستوى من التلقيح لا بأس به، ما يفوق 50% في جنوب إفريقيا وما يفوق 80% في أوروبا إلى 90%، فلذا أوميكرون أظهر بأنه أخف ضرر لأنه عدد المرضى ربما كزكام قوي أو كزكام حاد، بينما الوفيات أقل بكثير بأوميكرون، لكن عندنا بعض الحالات وفيات وعندنا إصابات في اثنين المركزات، لكن من ملخصا سيدي الكريم هو أنه 90% الذين هم إلى 92% الذين هم في العناية المركزة والإنعاش وتوفيوا حاليا
سواء في أوروبا أو ربما حتى في الجزائر هم الذين لم يتلقحوا بثاثا. نعم دكتور، لكن قبل أن نتحدث على التلقيح وعلى دور التلقيح وعلى أهمية التلقيح في الحد من انتشار فيروس كورونا وأيضا في التقليل من خطورة الوضعية الوبائية، خليني أقول بأن هذا الكلام لما المشاهد الكريم أصبح يسمع من الأطباء والأخصائيين من أمثالكم والمتتبعين للوضعية الوبائية الدولية وأيضا المحلية، لما يقولوا بلي أوميكرون أخف ضررا وموش مقلق، أصبحنا نرى تهاون كبير اليوم في المجتمع. ما كانش تدابير وقائية، ما كانش الذهاب نحو التلقيح. ما هي رسالتك اليوم كمختص في علم الفيروسات لمن يعتبر بأنه هذا الداء وفيروس أوميكرون وكأنه إن غريب فورت؟ هو المعجزة انتهت مع سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اتقوا فراسة المؤمن بأنه يرى بنور الله. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى ما فضل علينا من القليل من العلم، فلنا معطيات علمية ولنا وسائل للدراسات العلم الإبيديميولوجيا وعلم الأوبئة، فلنا هذه التنبؤات والاستنباطات التي تعطينا ملامح كيف نقدر الوضع وكيف ننبه ونحذر المواطن من خطورة الفيروس. اليوم ليس فيه عالم من أي دولة في العالم، حتى الأستاذ فاوتشي الذي هو أكبر أستاذ أخصائي في الفيروسات يقول هل سوف ننتهي بعد شهرين وخلاص، وهل أوميكرون لا يتغير ولا يصبح أصعب. اليوم ما فهمناها اليوم حاليا وصلنا إلى 5,500,000 وفيات. الولايات المتحدة لوحدها أكثر من تقريبا 900,000 وفيات. فرنسا 126,000 وفيات. البارحة وفيات في فرنسا، في بريطانيا، في إيطاليا. ما نقوله للمشاهد الكريم وخاصة المواطن الجزائري، لا تستهزأ بنفسك وبالوضع، ولا تقول هذا لا يهمني وهذا لا يخصني وهذه أكذوبة ويريدون أن يربحون الربح باللقاحات. فما الذي يربح؟ الجزائر هي التي دفعت الثمن لصناعة التلقيح ووزارة الصحة وجهزت اللقاح، ولنا اللقاح في الجزائر. فكيف هل نخاف من اللقاح الجزائري؟ ولماذا لا نخاف من اللقاح الجزائري؟ لا نخاف من التدخين؟ ولماذا لا نخاف من المخدرات؟ ولماذا لا نخاف من الخمور التي تؤدي بالهلاك والدمار؟ لكن يا دكتور، ماشي كل الناس تتعاطى المخدرات ولا كل الناس تشرب الكحول، ماشي كل الناس بطبيعة الحال. بالطبع. لكن أشكرك على الملاحظة، لكن أنا بالقياس، لكن التدخين عدد كبير من المواطنين يدخنون، وعندنا أمراض سرطانية يوميا وسنويا، مرضى جدد بسبب التدخين، بسبب الخمور، بسبب سرطان الكبد، سرطان كذا. يعني أنا المثل بأنه كل هذه الذي يستهلكها الإنسان يحسب بأنه نافع له. إذن الدكتور أنت تصر وتؤكد كل مرة على التلقيح وعلى أهمية التلقيح وعلى دور التلقيح في حماية أرواح البشرية، لكن خلينا نروح ربما إلى محور ثاني. أوميكرون أصبح يصيب حتى الأطفال، واللجنة الوطنية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في هذه الأيام تدرس قرار ستصدره في الأيام القليلة القادمة بإمكانية تلقيح الأطفال. هل في دول أجنبية اليوم بدأوا في تلقيح الأطفال؟ وكيف سيكون انعكاس تلقيح الأطفال على الوضعية الوبائية؟ نعم سيدي، أشكرك، سؤال جيد ومحض. تلقيح الأطفال، أمريكا صرحت، والهيئة للأدوية والأغذية في أمريكا صرحت بهذا. المنظمة كذلك الأوروبية للأدوية الإيما صرحت بهذا ورخصت التلقيح، وفرنسا صرحت بتلقيح الأطفال من 5 سنوات إلى ما فوق. لأنه ما لاحظناه اليوم بأنه الإصابات كثيرة ولا نعلم كيف يكون الأطفال. لحد الآن كنا نقول الأطفال هم حاملين وناقلين الفيروس. فإذا أردنا أن نقضي على الجائحة بأكملها فلما لا نلقح حتى الأطفال؟ ولا خوف، لأن الأطفال سنويا منذ ولادتهم يتلقون التلقيح. تقريبا كل طفل مولود في العالم تقريبا، وهذا دور المنظمة العالمية للصحة سيدي، يتلقى على الأقل 11 لقاح. لقاح ضد البوليو 3 فيروسات، ضد الحميرة، ضد الحصبة الألمانية، ضد الأوريون، ضد الدفتيريا، ضد التيتانوس، ضد الكوكلوش، ضد البنيموكوك، ضد الإباتيتيس ألف والإباتيتيس باء،
فعندنا رزمنا من اللقاحات، والله سبحانه وتعالى جعل في جسم الإنسان والطفل الصغير الرضيع الذي في عمره 12 شهر أو 9 أشهر يتلقى هذه اللقاحات، وتعاد له بعد سنتين، وتعاد له بعد 6 سنوات، وتعاد له في 11 سنة، ومن ثم نقول كل 10 سنوات نقوم بالتحاليل. كيف قضينا على جائحة البوليو سيدي الكريم، مرض الشلل، إلا بتلقيح 90% 99% من الأطفال؟ كيف حاليا الجزائر سوف تكون أول دولة في العالم قضت على الإيباتيتيس باء قبل فرنسا وقبل ألمانيا، لأنه قررت الحكومة الجزائرية تلقيح كل مولود جزائري ضد الإيباتيتيس باء. والإيباتيتيس باء سيدي الكريم سنويا تميت الملايين، مئات الآلاف من الأشخاص. نعم دكتور، في العالم. دكتور خلينا نعود إلى الأطفال دائما مع أوميكرون ومع دلتا. إذن الأطفال حتى قبل تلقيحهم ما زالوا هم الناقل وفقط، ما عندهمش آثار، ما يكونش عليهم أعراض، ما يشكلش عليهم خطورة؟ لا لا لا، في أعراض، عندنا أطفال في المستشفيات أعراض التهابات في الرئة. أنا عندي طفلين، طفل في عمره سنتين وطفل في عمره 3 سنوات، توفي الأسبوع الماضي في مستشفيات ليون بسبب أوميكرون، لأنه لا نعلم كيف تكون التغيرات وعلى حسب الأطفال. لكن الأطفال المرضى المزمنين، عندنا عدد كبير من الأطفال عندهم اللوكيميا اللوسيمي بيضاد الحاد اللمفاوي، عندنا أطفال كثيرين عندهم نقص في تصفية الكلى الدياليزي، عندنا أطفال كثيرون عندهم فقدان مناعة مكتسب، يعني بريميتيف ديفيسيت ميتال بريميتيف، فقدان مناعة وراثي. فهذه فئة من الأطفال الميكوفيسيدوز، عندنا أطفال كثيرين عندهم الأمراض الوراثية في كل ما هو مكونات البروتينات، ديفيسيت في الهيدروكسيلاز، ديفيسيت في الفينيلالانين. عدد كبير من المرضى أطفال إذا أصيبوا مثلا لازم الربوة، عندنا عدد كبير من الأطفال عندهم الربوة، فالكوفيد سواء أوميكرون أو دلتا أو ألفا يؤثر التهاب كبير على الرئتين وعلى القلب عند أهل الربوة، عند أهل الحساسية. فلذا كل الأطفال الذين يعانون من الحساسية ومن الربوة ومن الإبيضاض الحاد، السرطانات ما مكان، الذين عندهم نقص في الدم، التلاسيميا، الهيموغلوبينوباتي، الذين عندهم أثر في الهيموغلوبين، الهيموغلوبين أس أو البيتا تلاسيمي أو الألفا، فهذه الفئة من الأطفال علينا أن نلقحها حتى نحمي الأطفال من الوفاة والمرض الخطير. وكذلك لما لا نحمي؟ لأنه كبار، يعني المواطن الجزائري لم يشغل لنا ولم يشغل لنداءات وزارة الصحة ولنداءاتكم، خصصتم أيام لتوعية المواطنين وإرشادهم بالتلقيح. فإذا لم نلقح ولم يقبل منا الكبير السن أن تلقح، وسيدي الكريم والله لو يعلمون ما نقولون، اليوم نترحم على عائلة بأكملها في الجزائر العاصمة، وهو شيخ عالم فقيه توفي رحمة الله عليه، توفيت أمه وتوفيت أخته وتوفي هو رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنهم الثلاثة لم يكونوا متلقحين. فإن كان هو قضاء الله وقدر، لا نسأل الله عن قضاء وقدر ولا نتدخل، ولكن الإنسان يقوم على الأقل بالاحتياطات. قبل أن نمر إلى الحديث عن الجمعية التي ترأستها منذ أيام، دكتور متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟ متى تنتهي كورونا؟ متى يصبح كورونا شيء عادي أمام المواطن الجزائري وأمام المواطن العالمي؟ إذا لقحنا في الجزائر على الأقل 80%، ولما لا نصل إلى 90%؟ دكتور ولكننا عدنا أشهر وإحنا نتكلم على هذه النسبة وعلى هذا الطموح وعلى هذا الأمل أن نصل إلى 80 أو 70 أو 90% من نسبة التلقيح، ولكننا لم نصل إلى حد الآن. فتدريجيا المواطن الجزائري، يعني إذا يشغل الإمام ويشغل الأستاذ ويشغل دور الجمعيات سيدي الكريم، فكما تفضلت وقدمتني يعني بتعييني كرئيس جديد للجمعية بفضل الله وبفضل يعني اختياري لإخوة الأطباء الذين هم معنا في فرنسا، فبفضل دور الجمعيات الكثيرين، الجمعية كفيل اليتيم، جمعية الخيرية، جمعية المرضى، مرضى السكري، مرضى الالتهاب الرئوي، مرضى الربوة، مرضى الحساسية، عندنا كثير من الجمعيات، الأساتذة الجامعات لما لا يؤثرون على الطلبة وينصحونهم كما نفعل هذا اليوم. إذاعة كل يوم تقوم بالتوعية واتصال العلم والمعرفة الحقيقية إلى المواطن. فقبول التلقيح هو لا ننتظر حتى أن يتوفى لنا شخص في العائلة أن نذهب إلى ألقح، ألقح نفسي وأولادي وأهلي وزوجتي وأبائي حتى نبقى محميين ضد هذا الفيروس. وصدقني سيدي الكريم، والله خلاصة يعني قصيرة عن التلقيح، فرنسا بفضل أن لقحت
6 ملايين منذ شهر أغسطس أوت الماضي إلى اليوم، حمينا 4000 وفيات. هذا عندي معطيات علمية وصلتني اليوم في المكتب، معنى إحصائيات دقيقة دقيقة. يعني لو لم نلقح هذه 6 ملايين منذ أغسطس إلى اليوم لتوفي من بينهم 4000 شخص بالكوفيد 19. فلذا نحن نوجه نصائحنا لله. يعني الوالدين عندما الابن يبدا يمشي ولا يحب يتلمس يقول له لا رد بالك هذه سخونه تحرقك. صحيح. يعني الابن. صحيح. فاحنا هذا ما نقول للمواطن الكريم، هذا الفيروس عدو لا تراه ولا تلتمسه ولا تقبضه بيدك ولا تشمه، فاذا اصابك يستطيع ان يقتلك ويقتل ابوك وامك. والحكمه يعني الحكمه تقول الكيس من اتعظ بغيره، معناها ماشي حتى يصل الموت اليك او الى احد اقاربك. نعم. باش نعم. تنتبه. اعود ربما دكتور في ختام هذا الفضاء الى الجمعيه، جمعيه الشفاء. نعم. الصحه. نعم. والانسانيه والابداع العلمي الجزائري الفرنسي، ما الذي تقومون به؟ ربما أنا أعرف الكثير مما تقومون به، لكن خلي المشاهد الكريم أيضا اليوم يعرف. نعم. هذه الجمعية من يشرف عليها، من هم أعضاؤها، الفكرة التي جاءت من أجلها، وما هي الأعمال التي تقوم بها؟ هي المكتب الجديد الذي عينته البارحة هو الأستاذ الدكتور خباب من قسنطينة، الدكتور سامي بن مخلوف كذلك أخصائي في المعدة والجهاز الكبد من قسنطينة، الأستاذ شمس الدين بوشاقور من محمدية ولاية معسكر هو في الإنعاش والتخدير بمدينة ليل، الأستاذ طارق عراب كذلك الإنعاش والتخدير من مدينة الأصل عزازقة، كذلك الدكتور، وفي أعضاء كبيرين من كل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا. هذه الجمعية تقوم بأيام طبية جراحية في الجزائر بعد تبادل المعرفة والخبرات مع إخواننا في المستشفيات سواء الجمعية أو غير الجمعية في الجزائر، لإيصال المعرفة وتبادل الخبرات وقيام بعمليات كما قمنا بمدينة المدية بمستشفى محمد بوضياف، كما قمنا بجامعة قسنطينة بن باديس في عدة مستشفيات، مستشفى سيدي مبروك كذلك للأطفال، كما حاليا لنا خططنا برنامج البارحة لمدة السنة القادمة إن شاء الله هذه سنة 22 لبرنامج لتقريبا قيام بثمان رحلات طبية جراحية ذو مستوى عالي لتبادل المعرفة والخبرة حتى نقوم بالعمليات التي لازم علينا أن نبعث المريض إلى الخارج. وأنا جد سعيد بما قامت به الفريق الطبي لعلاج المرض سرطان الدم اليوم في جامعة وهران، نعالج المرضى بسرطان الدم أطفال كبارا بدواء كما يعالج في ألمانيا أو في بريطانيا أو في باريس، وهذا جد مفرح ونحن نتبادل الخبرات. كذلك ما قدمته الجمعية، قبل كان رئيسها السيد الدكتور خباب الذي أصبح نائب رئيس، قدمنا ما يفوق مدة سنتين ما يفوق في سنة 2021 عفوا مليون ومئة ألف أورو بفضل تعاوننا مع الكوليكتيف الأطباء الجزائريين الأم الذي تترأسه الصديقة والزميلة الأخت نسرين محرزي هي في باريس، وكذلك مع جمعية الإيكاف هم الطلبة وكذلك إطارات جزائرية إيكاف، فأوصلنا هذا المليون ومئة ألف أورو كمساعدات طبية وتجهيزات لعلاج كوفيد ل 85 مستشفى على 58 ولاية. نعم. من رمشي مغنية مرورا بالمدية وخميس مليانة إلى الجزائر العاصمة التي تيزيوزو بجاية وإلى أدرار تمراسة إليزي بشار. نعم. كل ولايات الهضاب العليا من تيهرة سعيدة إلى. نعم. إلى الجفة. نعم. وهذا طبع الجزائريين كلهم في كل مكان، وطبع من قلبه دائما معلق ببلده وطنه. في 30 ثانية ربما أخيرة، متى يعود الدكتور يحيى مكي إلى الجزائر؟ متى يكون بيننا؟ إن شاء الله في الأسبوع القادم عندنا مؤتمر على الكوفيد في وهران، فإن شاء الله نكون في جامعة وهران إن شاء الله في المستشفى الجامعي في وهران الذي تنظمه الأستاذة موفق مع الأستاذ يوسف إن شاء الله في جمعية الأطباء للعدوى والوقاية. نعم. مرحبا بك دائما في بلدك وبين أهلك وإخوانك. شكرا لك دكتور أو البروفيسور يحيى مكين مختص في علم الفيروسات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ولنا عودة فلا تذهبوا بعيداً.